لا بالوقت معناها واحد اذا كان غاب مده 5 أيام 3 أسابيع شهر لا اكثر بعد 3 أسابيع شهر ما عادش يحس بالمونك نتاع نيكوتين بدون النظر نتاعو كذلك يعني من الاول هكا يقول لك مر شويه يطعمه بعد يولي ما عادش عنده مطعم تلمون معناها اللسان نتاعو ضيع النكهه معناها يدخل في اطار المذار حتى حاسه التذوق تحس تضيع عن المدخنين حاسه الشم كذلك تضيع يولي عنده حساسيه في العينين على اقل ما يجب خلي كما قلت انا منذ بدايه الحصه كتب مخلطه يعني باشياء اخرى دونك كملوا احنا عندنا ديبوندونس في هذه فيزيك وثم لا ديبوندونس بسيشيك لا ديبوندونس بسيشيك هذه جايه من معناها الادمان الادمان معناها المعنوي هذا جاي خاصه كما تحكي الاخت توا عامله جو خاصه من لو بليزير واحد كي يتكيف يبدا يعمل جو وعنده لوكيباسيون اللي يعمل في حاجه جاوبتك تو المستمع تقول لك انا ما نتكيف خير من اني نسمع شفت كيفاشك العقليه يقول لك ناخذ سيجارو الدخان يخلي المراه ما تسمعش مثلا الزوز معناها ماهوش باهين السمنه ماهيش باهيه والتدخين ماهوش باهي دونك علاش دكتور الانسان كيف يفك على التدخين مباشره يولي ياكل برشا ويولي يسمن لاحظناها بالحق اما تسمن خير من انك تمرض بامراض اخرى خاطر السمنه بعد بالوقت تولي تنجم تتغلب عليها هكا هي تبقى ديما ما ثماش تفسير علمي واضح للحكايه هذه مش اي واحد يبطل التدخين يسمن عباد يبطلوا التدخين ما يسمنوش التركيبه الجسميه معناها ما اكثر تفسير معناها في الحكايه هذه هي الناحيه السيد الشخص اللي يكيف معناها بعد